وحول ادعاء قيام قوات التحالف بتنفيذ عملية جوية بمنطقة السعوان بمدينة صنعاء، أوضح المستشار المنصور أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق حول وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق تبين عدم تنفيذ أي مهام جوية في موقع أو منطقة الادعاء. بعد تقييم الأدلة تبين لنا أنه بتاريخ 7/4/2009 في يوم الادعاء أو يوم الذي تم رصد فيه هذه الحادثة لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في حي سعوان، وأن أقرب مهمة جوية نفذتها قوات التحالف على هدف عسكري مشروع يبعد عن منطقة الادعاء أو موقع الادعاء مسافة 50 كيلومتر تقريباً، وتم استخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف بدقة، علما بأن منطقة 50 كيلومتر منطقة خارجة عن منطقة سعوان والذي جاء فيه طبعا هذا الادعاء.